نسولوا هذا الشريف هذا، كي كيجيك اجواء ديال العيد الكبير؟ والاجواء ديال العيد الكبير يعني اجواء عظيمه وكتدخل على الشباب السرور كذا، ونتمنوا على الله تعالى المغاربه يتعاونوا مع الاخوان ديالهم الجيران ديالهم اللي هما ضعاف. ونصيحة للإخوان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإنسان يشري على قدر الاستطاعة ديالو، واللي ما دركش راه ماشي فرض عليه، راه سنة مؤكدة، فهمتيني؟ وفي نفس الوقت يعني نحسوا البعض ديالنا، نتعاونوا مع البعض ديالنا. وبكل تواضع، واش كتعيد على الخروف ولا على الخروفة؟ حيت كاين اللي كتعجبوا الخروفة على الخروف. إنسان يعني يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش ضحى، ويتبع السنة، يدير ما أمكنه، إذا استطاع يطبق السنة على القدر ديالو، إذا كان خروف أحسن، إذا كان حولي أحسن، هادشي معروف. والحولي كتصدق منه بكل تواضع؟ يعني الحولي خصك تقسمه على ثلاثة ثلثين، كلها خصها تخرج تعطيها، وما تبقاش دير داكشي ما يديروا داكشي في القدير، ديك العادات القديمة وداكشي، صافي خصو يفرقوا على الفقراء والمساكين وهادي. واللحم راه دائما كاين، الإنسان راه ماشي كيقلب على اللحم، كيقلب على الأضحية فقط، ولكن الأضحية ماشي أنا مضحي وحدايا جوج جيران ما عندهمش، ما يمكنش، فهمتيني؟ خصنا نتعاونوا بعضياتنا. يعني هذا ميساج لك، الناس خاصهم يصدقوا من داك الحولي. يتعاونوني مادي إلا كان شي وحدة أرملة أو كذا كذا، يتعاونوا مع الله تعالى، يعني كأنه مشى للعمرة، راه خسر في العمرة 20 ولا 30 مليون، راه نفرق هذا 10 مليون ولا 5 على الفقراء. يشري أحوال يفرقها. يعني أحسن من ديك العمرة. بكل تواضع. اليوم نهار كبير، صادفنا واحد الفنان اللي غنسولوه على الأجواء ديال العيد الكبير كي كدوز عنده. والأجواء ديال العيد الكبير ما بقاش كما كانت زمان. يعني كانت واحد الفرحه، وكانت واحد اجواء احتفاليه. دابا ولينا كنشوفوا بان ولا داك الافتخار، يعني الغني كيبغي يفتخر على الفقير، الجيران مساكن كلي ما عندوش وكيحاول يبيع حوايجو باش انه يشري يفرح ولاده بحولي كبير. يعني ما بقاش داك باش ما يقولش ما كيقول باع، يعني راه باع الثلاجه، باع الثلاجه وباع الفراج وباع كل شيء بكل تواضع، غير باش يرضي الاسره ديالو، باش ما يبانش محقور قدام الجيران ديالو. يعني ولا داك الزمان ديال الافتخار، يعني ولا العيد ديال التباهي، ديال التباهي، ماشي بحال بكري كان شي كيعاون شي، كان ديك المحنة، كان ديك الجورة، كان داك التكافل، يعني اللي ما عندوش كيعاون اللي عنده. دابا لا، دابا كلشي ولا راسي راسي. وانت شخصيا يعني في الدار ديالك كدوز يعني الاجواء، واش كتذبح راسك ولا كيذبح لك شي واحد؟ واش كتسلخ راسك ولا كيسلخ لك شي واحد؟ تبان لي كتسلخ الدراري. لا، ما كنذبح، ما كنسلخ، حنا كنجيبو جزار، هو اللي كيذبح هو اللي كيسلخ. حنا انت كتاكل؟ انا غير كناكل. حنا بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي لك. كنسولوا هاد الشريفه هادي الاجواء ديال العيد الكبير كي كدوز عندكم؟ كدوز مخيره عندنا، عيد الله سبحانه وتعالى، هذاك عيد كبير كبير عند الله، وتنذبحوا ونشريوا الحاولي ونذبحوا ويتبعوا العائله وليداتنا، وتناكلوا ونشربوا ونقطعوا الويل القديد، نذبحوا نديروا القديد، نفوروا عليه الكسكسو، نديروا الفخ ديالو ديال سميتو الكسكسو. ايوا. والحولي بكل تواضع اللي كتشريه وكتصدقوا منه؟ تنصدقوا منه ايه، وتنديروا منه القديد، وتيجيو الحباب الله. لا تنخرجوا تنصدقوا منه، ولا بدا ما تتعطيو منه فيه، اللي جاي ياكل، اللي جاي يشرب، واللي جاي ياخذ. الحمد لله. والكتف بالنسبه للكتف؟ الكتف تنحمروه. حيت قال لك الكتف كيمشي لشي انسان العزيز، شكون الانسان اللي كديو ليه نتوما الكتف؟ اما الا مشينا عند الوالده تنديو لها الكتف ونطلعوا عليها ونبقاو معاها، نضلوا معاها ونديو معانا ما نديرو، واخا هي ولادها تيذبحوا، حنا حتى حنا تنديو التكبيره. شريتي الحولي ولا باقي؟ باقي وليدي. الله الله ييسر الامور. الله يسخر. الله ييسر الامور. كي كيجيك عيد الكبير؟ خويا العيد الكبير هو شي حاجه في الدين الاسلامي، بدا اول حاجه ومناسبة دينية، والناس كتفرح وبزاف د الحوايج فيها، طقوس دينية وبزاف د الحوايج. كتكون صلة الرحيم. كتكون صلة الرحيم، الناس كتكون فرحانة، واخا كتكون ضيخة واحد شوية ليامات الأولى، جرينا جرينا، ولكن الحمد لله كلشي كيدوز بخير. هي كتنصل شي كتف ديال الحولي بكل تواضع والدين نسيب، عندك النسيب بعدا؟ لا خويا، أنا عندي مبادئ ديال كل ياكل رزقه ومن يدي لي ما يدي لي. والو. والو. ما يجيب لك كتف. لا والو، نمشي عنده نسلم عليه لله في سبيل الله يسلم عليا، أنا عندي مبادئ، كل واحد ياكل رزقه، كل واحد ياكل اللي عنده. شريتي الحولي ولا باقي؟ مازال.
الله يجيب بكل تواضع. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على عيد الكبير بكل تواضع. غنسولوا هذا السيد هذا، كي كيجيك اجواء ديال عيد الكبير؟ الاستاذ مصطفى النهيلي غني عن التعليف، كاتبنا عربي مغربي معروف في كتبه وتدخلاتي. انا ساحكي لكم جميعا حدثا عشته في عيد الاضحى الماضي، وانني كنت جالسا في مقهى في الرحال المسكيني، فاذا بشيء يرمى من العماره حيث توجد المقهى، ماذا البطانيه الهيدوره ترمى من عماره ربما 8 متر كاري كيعمل 15 درهم. هذا منتهى الهمجيه والبربريه والتوحش الذي يودي له هذا العيد. فاين هي التضحيه؟ ثم هناك ناحيه اخرى، القرابين انتهى زمنها، قيل قربان بالحيوان او الانسان، كانوا يقذفون هذه الفتيات الحسنوات في النيل وفي المكسيكا. وبكل تواضع، شنو كيعجبك في الحولي؟ لا يعجبك الآن، نحن نساك الزهاد والفلاسفة نعيش عيدنا منفردين منعزلين، نالو ما يعجبك لا كرداس لا قديد لا مجبلة لا موالو بكل تواضع. لما كانت أمي موجودة كانت تطعمني خير طعام، الآن أعيش بمفردي أنا مقتنع. وصل العيد إلى منافع نعم التهمجية ولا الهيدورات كيتصرموا في شارع محمد الخامس من فوق العمارات. الهيدورة باللغة العربية هيدور بطانية، متي بطانية سميتو بطانية بكل تواضع، تواضع بالضمة ماشي تواضع بالكسرة، بكل تواضع تواضع. عار على المغاربة أنهم دايرين البطانيات من فوق العمارات ومشاكل 15000 متر كاري. هذا ميساج لعباد الله، ما تبقاوش تلوحوا بالبطين من الشراجم ومن السطوحة، بكل تواضع.